من اليوم ورايح لا رح تشوفني ولا رح تشوف ابنك. بعرف بكل المخططات البشعة اللي عملتوها أنت وعمتك. شو عملتك؟ كيف هيك بتعملي بغسان؟ كيف بتخليه يعلق بهاي اللي اسمها شيهان؟ بكتي أنا من تحت راسك إن حبسة أيام؟ أنا من تحت راسك خسرت الست اللي بحبها. شوفي أنت بخطر. هذا عزيز كذب عليك وخدعك وصول. بابا شو اللي عم تعمله؟ شيهان لو سمحت أنت عم تغلطي غلطة كبيرة كتير ديالا. لا ابو صار اللي خايفة منه. ليش هيك عم يصير؟ ليش خبيت عنا الحقيقة؟ عشق ودموع بابا. الجزء الثاني بحلقاته الأخيرة يومياً 7 ل 10 المساء على الـ LBCI.